نحكيه على النقز اليوم، على البينالتي، على المركز. احكي لنا على الماتش نتاعك، كيفاش عرفت اليوم سعيد؟ كاين ماتش ليه لونجو ما فيش لونجو، قلقك ليه؟ والله نتصور معناتها البارتي نتاع اليوم، نتصور معناتها غلطت في البينالتي، لكن كماتش كامل نتصور ما عملتش معناتها اخطاء كبيره، حاولت معناتها باش نكوفر في صحابي، لكن الله غالب نتصور اليوم كيكيب الكل نحن ما كناش معناتها فورم. وقت تشوف نتصور المنتخب المغربي ماهوش فريق معناتها بالسهل باش تربحوا كيما المنتخب الليبي، لكن حبينا نرجع معناتها في الريزلتا، لكن ربي ما وفقناش. ان شاء الله في الشان نكونوا حاضرين خير، وخذوا طيب ان شاء الله فماك الخير ان شاء الله. اليوم المغرب بس فوق كيف حكينا برشا بصراحه، ولا ما همش شونجيو في الماتش الملاعبيه، ما نقولش متمنحين ليه، اما يلعبوا واليز اكثر من لازم. والله ليه نتصور عندنا لاعبين باهين في تونس، لكن مازلنا معناتها مانيش متفاهمين مع بعضنا، كما تشوف معناتها فماش برشا استاجيات انا قاعدين نعملوا فيهم جوست معناتها الماتشات. ان شاء الله معناتها الحكايه هذه معناتها نصلحها، وقدر ربي ان شاء الله منها ان شاء الله نكونوا خير ان شاء الله. الاحمر يخمم في صراحه غير بعض تحملهم اتجاه قاعد تخمم فيه حتقبل ماتش. لا 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 كل حاجه في بلاصتها خويا، نحن طبعا منتخب نقوموا معناتها بالرول نتاعنا، ومن بعد معناتها في جمعيه حاجه اخرى.